كي بقيتوا مع الاجواء ديال رمضان؟ كي دايره الان الصحه ديالكم؟ واحد مجموعه من الناس كيتصلوا بنا وكيعطيو واحد المعلومات انه بغينا نعرفوا شنو هي الحركات البدنيه اللي يمكن تحرق الدهون. فالسعه الحراريه اللي يمكن توصل لها الانسان باش تحرق هذوك الدهون، لان هي كتعطي واحد السعه حراريه. اولا كاين هناك جوج شق، اولا لابد من الحميه الغذائيه تكون يعني ما فيهاش في هذا رمضان تنقص من هذوك الدهون اللي هي كتكون كالزبده والزيت والمواد كلها اللي كتكون فيها الزيت والزيوت كثيره كتعطيك هذوك الدهون، يعني انها كتساعد الدهون، وبالتالي قد ما نقصنا من هذه الحميه كنساعدوا الجسم. الأنشطة الرياضية أو الحركات الرياضية أحسن يعني اللي يمكن أنها تنقص من هذه الدهون وتحاربهم بشكل كبير، وهما الحركات الرياضية اللي كتعتمد على التحمل. ومين كنقولوا التحمل هي المداومة، المداومة اللي كتكون النسبة ديالها 50% من الجهد البدني وبالتالي كتكون طويلة. إذا كانت مثلا كجري راه كتكون الجري بواحد الإيقاع منخفض ولمدة طويلة، يا إما كيكون متسلسلة ما كتكونش متقطعة، أولا كانت حركة ثابتة فكنقولوا بنظام 10 في 10، يعني كل حركة كدير منها 10 ديال المرات وكتاخذ الراحة وكتعاودها 10 المرات وكتعاود 10 إلى 10 المرات، وبالتالي هذه كتساعدك لحرق الدهون. والدهون كنقولوا يعني كاين الدهون اللي هي على مستوى الأطراف السفلى وكاين الدهون على مستوى الأطراف العليا، وهنا كنقولوا مثلا عضلة البطن إلى غير ذلك. فكنتمنى من الإخوان أنهم أحسن شيء أنهم يكونوا تحت قيادة مدرب، لأنه هو اللي غيعرف السعة الحرارية باش تكون واحد الحركات منضبطة ما تأثرش على الجسم وعلى العمود الفقري، لأن الحركات ثابتة كتأثر على العمود الفقري وعلى العضلة، وكذلك الحركات اللي كتكون متحركة وخاصة الجري فخصو يكون بواحد السرعة يعني خفيفة. وأحسن حاجة كتكون بالنسبة لهذه العملية وهي الدراجة، لأن الركوب على الدراجة واحد المسافة طويلة أو لك تكون ثابتة في المكان ديالها بهذه الآلية الجديدة أو لداخل قاعة ديال اللياقة البدنية يمكن يكون أحسن. وشكرا لكم على المتابعة، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في حلقة يعني مقبلة إن شاء الله.